قناة أخبار النجوم، إذا عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات ويا ريت تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم، وشكرا لدعمكم حتى وصلنا لمليون مشترك. ظهرت الفنانة المعتزلة هدى رمزي بعد غياب طويل عن الأضواء في حفل يوم العطاء الذي أقامه المركز الكاثوليكي للسينما من أجل تكريم بعض النجوم على مشوارهم الفني. الحافل هدى رمزي لفتت الأنظار بهيئتها الرائعة لحظة استلام الجائزة الخاصة بتكريمها، طبعا محتفظة بجمالها وشبابها لتبدو بصحة جيدة وملامحها لم يغيرها الزمن على نحو قاس. وكشفت بعض التقارير الصحفية أن تألق هدى رمزي في حفل المركز الكاثوليكي للسينما دفع البعض لمطالبتها بالعودة مجددا لعالم التمثيل، فهي ما زالت تتمتع بجمال وصحة يمكنها أن تقدم المزيد من الفن. ودي صور تانية ليها مع جلال الشرقاوي، وهنا مع ليلى علوي في كامل أناقتها وجمالها. هدى رمزي مولودة 10 نوفمبر 1958، ممثلة مصرية، وهي ابنة المخرج حسن رمزي وأخوها المنتج السينمائي محمد رمزي، ودرست في كلية الإعلام قسم الإذاعة والتلفزيون. معروفة طبعا حسناء الشاشة هدى رمزي. تزوجت الفنانة هدى رمزي أكثر من مرة، ويقال وصل عدد أزواجها إلى 6 أو 7، وكان أشهرها زواجها من فنان معتزل. اشتهر خلال فترة السبعينيات بأداء دور الفتى المراهق، وقد تم الزواج بعد أن شارك في عدة أعمال. هذا الفنان هو حمدي حافظ الذي اعتزل التمثيل نهائيا وابتعد عن الأضواء. ده حمدي حافظ، أكيد فاكرين أدواره مع مراته هدى رمزي. ودي صور تانية ليه، معروف طبعا، وهنشوف صوره بعد تقدم السن. دي صوره دلوقتي اتغير كتير طبعا، هنا مع هاني شاكر. وفي أثناء دراستها الثانوية طلبتها الفنانة نجلاء فتحي للقيام بدور ابنتها في فيلم الرداء الأبيض عام 75 بدلا من الفنانة بوسي التي اعتذرت لتأديتها امتحانات الجامعة. رفض الوالد في بداية الأمر، إلا أن هدى تعهدت له بالحصول على درجات مرتفعة في الامتحانات فوافق على مضض وفق تصريحاتها في حوار صحب في سابق. شاركت فيما يقرب من 30 عملا فنيا ما بين مسلسلات منها أحلام الفتى الطائر والزوجة تعرف أكثر والحب وأشياء أخرى، وأفلام طبعا كتير. اعتزلت الفن في أوائل التسعينيات وارتدت الحجاب فجأة وابتعدت عن الظهور الإعلامي وعن ملابسات ذلك. قالت: فجأة وجدت نفسي أرغب في ارتداء الحجاب، وكان وقتها من الصعب أن أعمل وأنا محجبة، فقررت التوقف عن العمل والاعتزال نهائيا. حتى عندما خلعت الحجاب فضلت الاستمرار في الابتعاد، ولم أستطع أن أنكر أن العودة للفن راودتني في بعض الأحيان. دي الفنانة المعروفة هدى رمزي. تزوجت هدى رمزي في بداية حياتها ممثلا اسمه خالد، ولم يستمر زواجها طويلا. ثم تزوجت من رجل الأعمال طه غانم الذي طلقها بعد مشاكل طويلة ولها منه ابن واحد هو محمد. دي هدى رمزي، وهنشوف باقي أزواجها. وعام 1986 تزوجت من محام اسمه سمير عيسى، وعام 91 تزوجت من رجل الأعمال الهارب مصطفى البليدي الذي طلقها 3 مرات خلال عام واحد عاشته معه. مصطفى البليدي الذي توفي عام 2007 بشكل ميلودرامي بعد معركة دارية مع البنوك انتهت به إلى السجن، وخلفت ديونا قدرت ب 200 مليون جنيه. دي هدى رمزي. كان صاحب إمبراطورية ضخمة ساعدته الآن يعيش حياة مترفة،
حيث نصر أمواله وممتلكاته على زيجاته المتعددة، والتي ضمت اثنتين من أجمل الفنانات التي عرفتهن الشاشات العربية. الفنانة الأولى هي هدى رمزي التي تعرفت على البليدي في أوج ازدهاره، ونشأت بينهما قصة حب كللت بالزواج لكنه انتهى للأسف بالطلاق، بعد أن أصبحت الحياة مستحيلة لدرجة حدوث الطلاق 3 مرات في عام واحد فقط، لتشعر هدى بالأسى بسبب فشل الزيجة الجديدة، مما دفعها للسفر لأداء العمرة في محاولة منها للنسيان. بعد طلاقه من هدى رمزي، تعرف مصطفى البليدي على الفاتنة ميرفت أمين عن طريق إحدى صديقاتها، وتعمل خبيرة تجميل بينما يعمل زوجها في شركات البليدي. وحسبما ذكرت ميرفت أمين في إحدى اللقاءات الصحفية، فإن البليدي أبدى إعجابه الشديد بها ورغبته في الزواج منها. ميرفت قالت أنها رفضت في بداية الأمر، لكنها عندما قابلته وجدت فيه صفات جيدة دفعتها للموافقة، وقد قدم لها مهرا عبارا عن شقة فاخرة بشارع جزيرة العرب ومليون جنيه بالإضافة إلى طقم من الألماس. وكان حفل الزواج أسطوريا في العجمي، حيث أحضر البليدي أطعمة الحفل من باريس بطائرة خاصة. أما عن طقم الألماس الذي أهداه لها البليدي، فقد ذكرت الفنانة هدى رمزي أن هذا الطقم كان يخصها وأنها أعادته للبليدي عندما أخبرها أنه يمر بأزمة مالية، ولكنها فوجئت بميرفت أمين ترتديه. وعندما سألت الأخيرة عن ذلك، قالت أنها لو كانت تعلم أنه يخص غيرها ما كانت لتقبله، وانتهت الزيجتين بالطلاق. وانتهى مصطفى البليدي فقيرا مطاردا مديونا لا يملك من أيام العز سوى ذكريات عابرة لم تستطع أن تنقذه من أزمته، حتى توقف قلبه عن النبض في 2007. تزوجت هدى رمزي للمرة الخامسة من شخص يدعى محمد عيسى، أما آخر أزواجها فكان لاعب كرة القدم في النادي الأهلي شريف عبد المنعم، ولكنها طلقته. مشوار طويل مع الأزواج هنا مع مصطفى، وبعدما أعلنت اعتزالها توارت تماما ولم يعد أحد يعرف أسرار حياتها الخاصة، وهي للعلم عمة الممثل شريف رمزي. ثم ظهرت الفنانة هدى رمزي أيضا بعد فترة غياب في جنازة المنتجة نهاد رمزي زوجة شقيقها محمد حسن رمزي، هنا مع شريف رمزي في فرحه على منة حسين فهمي. لو أعجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين، شكرا لكم.